اه يلا يا اولاد، كل واحد فيكم يروح يعمل الواجب بتاعه، مش عايز اسمع دوشه خالص ولا عايز اسمع صوت. اوكي، وكل واحد بيعرفش بنفسه كده. آه انا اسمي روما. لا يا لا لا لا، على فكره هو اسمه جوليان. ماشي، شكرا شكرا يا هنا. ايوه انا اسمي جوليان. طيب ماشي يا حبيبي، ادي كده اول واحد. وانا اسمي هنا. اه وانا اسمي اما، انا اصغر واحده فيهم. اه يا حبيبتي، باين انتي اصغر واحده فيهم. ايوه. طيب انا جعانه اوي، هتاكليني ايه؟ لا لا لا، هي لسه واكله، ما تقلقيش، هي بس بتقول كده. طيب فضلي اطلعي فوق على اوضتك، اعملي الواجب لحد ما اجيلك. انا صغيره، انا لسه ما عنديش واجب، انا ما عنديش واجب خالص على فكره. جوليان يا جوليان. ايوه يا هنا. آه، انت عندك واجبات صح؟ لا لا لا، النهارده يوم الاجازه بتاعي، هروح اتفرج على التلفزيون. طيب يلا، كل واحد فيكم يروح يعمل الواجب بتاعه، عشان مش عايز اسمع دوشه هنا خالص. آه، طيب خلاص ماشي اوكي، انا طالعه فوق. انا هقعد هنا، مش هكلم اي حد خالص، انا زعلانه قوي. انا ماما وبابا وحشوني وعايزه اقعد العب معاهم. معلش يا حبيبتي، سيبانهم جايين على طول، مش هتأخروا خالص. وانتوا هتقعدوا تعملوا ايه؟ آه انا عندي واجب فوق، هطلع اقعد اعمله، ما تقلقيش عليا. آه وانا هروح اقعد اتفرج على التلفزيون شويه. لا انت روح اقعد في اوضتك، اعمل الواجب بتاعك، بس انا مش عايز ان انا اعمله دلوقتي. لا معلش، في حاجه اسمها كده؟ هتروح تعمل الواجب بتاعك دلوقتي؟ اوه ماما وبابا وعجوني يا مين، انا عايزه ماما وبابا جدا. هي بتعيط ليه دي؟ لا لا، هي عادي، دي طفلة يعني، تقعد تعيط وماما بتسكتها. تعالي يا حبيبتي، مالك بتعيطي ليه؟ انا عايزة ماما وبابا بجد، مش عايزة اقعد العب معاكي، انتي رخمة اوي وعمالة تزعقي من ساعة ما جيتي. خلاص خلاص، بطلي عياط. طيب ما تهليش، انا هكون كويسة معاكي. شوفي انتي عايزة ايه ونعمله. هي يا بنتي طفلة، مش هتبقى عايزة حاجة. خلاص يا جوليان، تقعد تتفرج على التلفزيون يعني؟ اه هتفرج على التلفزيون شوية لحد ما ماما وبابا يجوا. ماشي اوكي، انا هطلع انا اتفرج انا على التلفزيون، عايز هطلع اعمل الواجب، وجوليان قاعد اتفرج على التلفزيون هناك. طيب اوكي يا حبيبتي، اطلعي انتي اقعدي تذاكري، قولي له يعملي الواجب بتاعك، وانا اروح اتكلم مع جوليان. جوليان يا جوليان. ايوه في ايه؟ اتفضل قوم، مفيش تلفزيون. ليه يعني مفيش تلفزيون؟ انا بقولك مفيش تلفزيون علشان خاطر انت المفروض تروح تعمل الواجب بتاعك. بس انا خلاص عملته. لا بقولك روح اقعد اعمله، انا خلاص عملت الواجب بتاعي. لا لا لا، مفيش حاجه اسمها تلفزيون دلوقتي خالص. انا بقولك قوم اعمل الواجب بتاعك دلوقتي، قوم اعمل الواجب بتاعك دلوقتي حالا. ايه بتزعلي كده ليه؟ خلاص خلاص هقوم، مش هقوم، بقولك مش هقوم. ده انت ما بتسمعش الكلام؟ طيب انا هوريك، انا هوريك. اه ايه ده، دي رخمة جدا. ملكيش دعوة بيا، انا حر اتفرج على التلفزيون، اخش انام، مذاكر. الله، ايه الغداتة والبواخة دي؟ جت تزعلي ليه دي؟ اوف. اه انا عايزة ماما، انا عايزة بابا، انا عايزة ماما، انا عايزة بابا. اما اما اما، ايه يا هنا بجد؟ الست دي رخمة اوي، عمالة ترخم عليا. ايه ده، مين قطع النور؟ اما انا بخاف اوي من الضلمة. ايه ده، مين قطع النور؟ انا عايز اتفرج على التلفزيون، مين قطع النور؟ انا بخاف جدا من الضلمة، بليز شوفي حل للموضوع ده. اكيد البيبي سيتر هي اللي قفلت النور، احنا عندنا عمرنا ما النور بيقطع. ايه ده، هي راحت فين؟ تعالي بس يا اما، هنلاقي دلوقتي هنا في كشاف اوضه ماما وبابا، هنطلعه ونشوف هي فين. انا بجد انا خايفه قوي. ما تقلقيش ما تقلقيش يا اما، انا معاكي اهو، مفيش حاجه تخوف خالص. انا ايوه يا جوليان، انت مش متخيله اللي حصل. جت قاعده تزعقش بتتفرج على التلفزيون، وراحت قفلت الكهرباء. ايه بتهزر؟
دي فعلا غريبة جدا الانسانة دي. انا لازم اكلم ماما وبابا واقول لهم ان هما ييجوا عشان مش هينفع ان هما يسيبونا معايا، دي مجنونة. بسرعة بسرعة روحي كلميها. خلاص خلاص ما تقلقش، انا هروح اكلمها دلوقتي. ماما ايه ده، التليفون كمان طلع مش شغال يا جوليان. يا نهاري التليفون طلع مش شغال. ايوه بقولك التليفون طلع مش شغال، بس انا بقى لحد نشوف ان هي حل في الموضوع ده ازاي.